رحلة قلم. برنامج ثقافي يرصد حياة عباقرة أغنوا التاريخ بصفحات مشرقة. رحلة قلم، يكتبه وفيق يوسف، يخرجه لكم مظهر الحكيم. الروائي الروسي نيكولاي غوغول. عزيزي المستمع، يجمع نقاد الأدب وبخاصة الروس منهم على أن الخالق الحقيقي للرواية الروسية إنما هو نيكولاي غوغول. وإذا كان بوشكين وليرمنتوف وغيرهما قدما مساهمات روائية هامة من قبل، فإن الرواية الروسية كانت بانتظار غوغول الذي عمل على توجيه الرواية في طريق الواقعية نهائياً وإخراجها من القالب الرومانتيكي الذي كانت غارقة فيه. وحلقة اليوم من برنامجنا نتابع فيها حياة وإبداع هذا الكاتب الروسي الكبير. فمن هو غوغول هذا؟ ولد نيكولاي غوغول في سورو تشينتيز بأوكرانيا عام 1809، وترعرع هناك حيث قضى طفولته وشبابه. وكان والده ملاكا مثقفا يهوى التمثيل والمسرح، وله محاولات طيبة في نظم الشعر، كما كان يعنى بالتقاليد المحلية، حتى أنه كتب بعض الكوميديات باللغة الأوكرانية. وتركت ميول أبيه الأدبية أثرا طيبا في نمو حسه الإبداعي وإيقاظه مبكرا، فانكب الطفل على دراسة آثار الكتاب الروس والأجانب. وعموما يمكن القول إن غوغول عاش طفولة سعيدة، وتلقى دراساته بمدرسة عادية في ينجين، وذلك بعد مرحلة الدراسة البيتية. ثم دخل غوغول مدرسة العلوم العليا في أوكرانيا حيث تبلور فيها نضجه الثقافي والوطني، إذ توافرت له أسباب مواكبة الحركة الأدبية في روسيا عن طريق الروابط التي تربطه بالطلبة والأساتذة والمتنورين، والاطلاع على آخر المجلات والكتب، والاتصال بالحلقات الأدبية والمشاركة في مناقشاتها والمواضيع التي تطرحها. وتفتحت مواهب غوغول وازدهرت في هذا المناخ الثقافي الذي أتاحته له المدرسة، فظهر ولعه بالرسم والمسرح، وأخذ على نفسه رسم الديكورات اللازمة للمسرحيات التي يقدمها الطلاب وإخراجها والمساهمة في التمثيل فيها. بعد تلك المرحلة الحافلة والغنية في حياة غوغول، أنها مرحلة الدراسة، وقرر السفر إلى العاصمة بطرسبورغ، وكان ذلك في العام 1828. وكان الشاب المتحمس يأمل أن يحقق في العاصمة طموحاته العظيمة، وبخاصة أحلامه الأدبية، ولكن العاصمة خيبت آماله وسددت له ضربات قاسية. فقد فشل غوغول في الحصول على وظيفة ملائمة تضمن له عيشة متواضعة، فاتجه إلى الكتابة ولم يكن قد بلغ العشرين بعد.
وسببت له أولى محاولاته في مجال الشعر ألما قاسيا، فقد كتب قصيدة جانتس كوخيلغارتين ونشرها، ولكنها قوبلت بالنقد الشديد مما دفع بالشاب الحساس إلى شراء النسخ الباقية وإحراقها. واتجه جوجل لمتابعة التمثيل استكمالا لنشاطه السابق في أوكرانيا، فذهب إلى مسرح إلكساندر، ولكنه قوبل هناك أيضا بالرفض والصدود، وذلك لأن القائمين على المسرح آنذاك كانوا يقومون بالتمثيل بطريقة مصطنعة على العكس من طريقة جوجل العفوية البسيطة. وهكذا لاحقت المتاعب جوجل في بداية إقامته في العاصمة، وسنرى تأثير ذلك عليه من خلال المسمع التالي بين أبيه وأمه في أوكرانيا، فلنتابع معا. ماذا يقول ولدنا في رسالته؟ يبدو أنه يواجه المتاعب هناك في العاصمة، لا أحد يقدر إمكاناته ومواهبه. إذن لماذا لا يرجع؟ قل له ذلك بالله عليك، اكتب له أن يعود إلينا ويسلك السبيل الذي يريده في أوكرانيا، هنا يمكننا مساعدته. كلا يا امرأة، فهمي، النجاح هنا لا يعني شيئا، لأن بطرسبورغ هي عاصمة الأضواء والنجوم، وهي التي تصنع الناجحين، لذلك أرسلت نيكولاي إلى هناك. ولكن ماذا نفعل الآن وابننا يواجه المتاعب بعيدا عنا؟ لا شيء، نحن نفعل ما علينا فعله، نرسل له ما نستطيع من النقود كي يعيل نفسه، وعليه أن يصمد وأن يثبت قدميه ومواقعه في العاصمة. لا أدري ما أقول، ولكنني قلقة جدا على نيكولاي الحبيب. أما أنا فواثق من أنه سينجح وأنه سيحقق شيئا مهما في هذه الحياة. لقد كتب لي مرة أنه يعتقد بأن الله قد هيأه لعمل عظيم، ولكن أرأيت؟ إنه يدرك قيمة نفسه جيدا، وعلينا نحن أن نسانده بكل قوة، لا أن نضيعه بأن نطلب منه العودة إلى أوكرانيا. أفهمت يا امرأة؟ عزيزي المستمع، بعد سلسلة الإخفاقات التي تعرض لها اتجه جوجل نحو الوظيفة الإدارية وتم له ذلك، ولم تكن تلك الوظيفة الإدارية قادرة على إرضائه أو إرواء ظمأه إلى المجد، فعاد إلى الكتابة واستمد مواضيعه الأدبية من التراث الشعبي الأوكراني، فظهرت قصته الأولى التي حملت عنوان أمسيات قرب قرية ديكانكا، التي ضمت كثيرا من الشخصيات والأساطير الشعبية الأوكرانية، ونلاحظ في هذه القصة آمال الشعب الأوكراني بالسعادة وإعراضه عن الواقع المر الذي يعيش فيه وتفاهة المهيمنين على مقاليد الأمور. وتجلت في قصصه الأولى روح الفكاهة وأسلوب جوجل الساخر المميز والنغمة العاطفية الشجية التي تسري في سطور كتاباته. وقد صدرت قصص أمسيات قرب قرية ديكانكا في العامين 1831 و1832، وأوصلت جوجل إلى مجد أدبي كان قد يأس منه، مما أتاح له الدخول بقوة إلى الوسط الأدبي الروسي. كما كانت تلك القصص باعثا من بواعث الصداقة الجديدة بين جوجل وبين شاعر روسيا الأكبر بوشكين، الذي امتدح كثيرا هذه القصص. تشجع جوجل كثيرا بعد نجاح قصصه الأولى، فقام برحلة إلى أوكرانيا ينعش بها ذكرياته، ويعود منها بأفكار جديدة لمجموعة جديدة من القصص سماها ميرغورود. وكان كتابه الجديد كسابقه يضج بحياة طافحة فياضة وفكاهة رشيقة يمازجها خيال واسع على عذوبة وحلاوة. ويبرع جوجل في رسم نماذجه الواقعية
مثل ما يبرع في رسم لوحات رومانتيكية جميلة لا تعوزها الصور الغنية والروح الغنائية. كما يتطرق الكاتب في قصصه إلى القضايا الوطنية الكبرى، وخاصة في قصته تاراس بولبا التي يتصدى فيها لحياة القوزاق البطولية، ويتعرض بشكل خاص إلى سيادة الروح الجماعية عند القوزاق واستماتتهم في الدفاع عن أرضهم. وتتجسد هذه الخصال في شخصية تاراس بولبا الذي يصبح مثلا لنكران الذات في سبيل بلاده، إذ يقتل ابنه لخيانته أبناء قومه رغم معاناته الأبوية الحادة. وجدير بالذكر أن بوشكين واصل اهتمامه بموهبة جوجل وشجعه كثيرا، وكان سباقا في تحديد ملامح إبداع جوجل وطاقته الكبيرة. وكان أكثر ما أثار إعجاب بوشكين اكتشاف جوجل للإنسان البسيط والعادي، وتصوير اهتمامه وانشغاله بالأمور الصغيرة التي تشغل حياته، حتى أن بوشكين كان قد اقترح على جوجل مواضيع بعض أعماله الهامة مثل روايتيه الشهيرتين المفتش العام والأرواح الميتة. عزيزي المستمع، لعل الجولة التي قام بها جوجل في ماضي أوكرانيا وماضي القوزاق قد أوهمته بأنه خلق ليكون مؤرخا، وقدم طلبا إلى جامعة بطرسبورغ لتعيينه أستاذا للتاريخ، وأجيب إلى طلبه دون أن تكون له أي ثقافة سابقة في هذا المجال. وأخفق جوجل إخفاقا ذريعا في تدريس التاريخ، وكان لهذا الإخفاق صدى بين الناس، مما دفع جوجل للعودة بسرعة إلى ميدانه الأساسي الكتابة. وكتب مجموعة من القصص والروايات الشهيرة بالأسلوب الواقعي الجديد على الأدب الروسي تماما في تلك الآونة. ومن تلك الأعمال نيفسكي ويوميات مجنون، ثم قصته الشهيرة المعطف. وتحكي قصة المعطف عن موظف بسيط سرق منذ الليلة الأولى معطفه الجديد الذي اشتراه بعد أن حلم به طويلا وقدر على نفسه أشد التقدير ليوفر ثمنه. وقد اعتبر النقاد ومؤرخو الأدب الروسي قصة المعطف بشارة بالأدب الروسي العظيم المقبل، ذلك أن القصة تحمل رفة عميقة من الشفقة والرحمة، وذلك ما دفع دوستويفسكي لأن يقول بعد زمن طويل: إن الرواية الروسية كلها قد خرجت من معطف جوجل. عزيزي المستمع، تواصل اهتمام جوجل بالمسرح ومحاولته الكتابة له، إذ كان يعتبر المسرح مدرسة مهمة يتلقى فيها الجمهور درسا حيا ومفيدا. ولذلك لم تعد الكوميديا عند جوجل مدعاة للتسلية والضحك، بل اكتسبت مضمونا فكريا ومحتوى اجتماعيا، واتسمت بالنقد الشديد للأوضاع السائدة والسخرية منها. إنما أتيه جوجل من قوة الملاحظة وروح الفكاهة وحيوية الحوار كانت تؤهله لأن يكون كاتبا مسرحيا من الطراز الأول. وقد جرب نفسه أولا في مسرحيات هزلية صغيرة مثل صليب القديس فلاديمير والزواج، وهذه المسرحية الأخيرة دراسة فكهة لبيئة الباعة. إلا أن الإنجاز الأكبر لجوجل في مجال المسرح كان كتابته لمسرحية المفتش العام في العام 1836. وقد منعت الرقابة إخراجها على المسرح، غير أن تدخل بعض الوسطاء والأدباء لدى القيصر جعله يرفع المنع عنها ويسمح بإخراجها. أما قصة تلك المسرحية فتستحق وقفة خاصة، إذ أن الشاعر بوشكين كان هو الذي أوحى لجوجل بفكرة المسرحية،
كما سنتابع في المسمع التالي المأخوذ من سيرة الكاتب. اسمع يا نيكولاي، لدي فكرة مسرحية جديدة وأريد منك أنت أن تكتبها. هاتها بسرعة، تحدث. إنها تقوم على قصة طريفة وواقعية، أي أنها حدثت بالفعل، وتمثل شابا يمر بمدينة صغيرة ويشتبه في أمره الموظفون ذوي الضمير القلق، ويعتقدون أنه مفتش مكلف بمراقبة أعمالهم خفية. حسنا. ويسارع الموظفون للاحتفال به ويتبارون في إكرامه، ثم لا تظهر حقيقة الأمر إلا بعد سفره، حيث نكتشف أن جميع موظفي المدينة وعلى رأسهم المحافظ أناس لا أخلاق لهم ولا ذمة ولا ضمير، وأنهم يبلغون من ذلك مبلغا يبعث على الإشمئزاز إلى أبعد حد. رائع يا بوشكين، رائع. إنها عقدة بسيطة ولكنها تحمل قوة هزلية أخاذة. وإذا تفرغت لكتابتها ونجحت في تصوير الشخصيات من خلال قالب كاريكاتوري، ولكن دون أن تخفي الألوان القاتمة التي تصطبغ بها اللوحة، فأعتقد أنه سيكون لهذه المسرحية شأن كبير في بلدنا. عزيزي المستمع، عمل جوجل بنصيحة بوشكين ونجحت مسرحية المفتش العام نجاحا ساحقا، إلى درجة أن المؤلف نفسه قد هاله الأمر، فأعلن دهشته من هذا النجاح وأنه لم يكن يقصد في الأساس سوى إضحاك الجمهور. وقد هاجم الرجعيون المسرحية بقسوة في حين تحمس لها التقدميون، مما أربك جوجل ووضعه في موقف حرج، إذ يبدو أنه لم يكن يقصد إحداث كل تلك الضجة. والمسرحية تفضح الفساد الإداري والاجتماعي في روسيا في مطلع ثلاثينات القرن الفائت، فالمحافظ يعرف كيف يطمس الحقائق ويغش المفتشين، وهو واع لمصالحه تماما، وهو يلخص حقيقة تفكيره بالقول: مرت 30 سنة وأنا في الخدمة، لقد خدعت محتالا إثر محتال، أما المكارون والدهات مستعدون لنهب العالم فقد اصطدتهم جميعا بمسيادتي، لقد خدعت 3 محافظين. أما قاضي المدينة فهو يعتبر مثقفا لأنه قرأ 5 كتب، وهو كالمحافظ معسول الكلام ويتقاضى الرشوة ويهمل واجبه، مما يؤدي إلى الفوضى في المحكمة. أما مدير البريد فيفتح الرسائل التي تصله ويطلع على أسرار الناس ويتحدث بها، وعلى هذا النحو ينجح الكاتب في فضح الفساد الإداري المتفشي في المؤسسات والإدارات الروسية. تنبعث الروح الكوميدية في مسرحية المفتش العام من الفراغ الفكري والروحي الذي تتحرك فيه الشخصيات من جهة، وتحكمها بمصير الناس وحياتهم من جهة أخرى. لكن وصول المفتش إلى المحافظات لن يغير من مجرى الأمور شيئا، إذ أن المفتش المزعوم هو شخص فاسد بدوره، فطموحه الوحيد هو أن يلعب دورا أعلى من المقرر له، فهو يدرك نفسه وحجمه ويعلم أنه لا يصلح لأن يكون أكثر من موظف عادي جدا، ولكن عندما يعامل بوصفه شخصية مرموقة فإنه يقرر استغلال ذلك ماديا. وذكرنا عزيزي المستمع كيف تسببت المسرحية بضجة كبيرة في روسيا، ولكي يستطيع جوجل مواصلة العمل بهدوء فإنه غادر روسيا في العام 1836 باتجاه أوروبا،
وعاش في الخارج ما يقارب 12 سنة، وكان يزور روسيا بين حين وآخر. وفي البداية عاش جوجل حياة متشردة بين فرنسا وألمانيا، وقد كره النزعة الإلحادية التي وجدها في فرنسا، ثم وصل إلى إيطاليا التي أحب شمسها مثلما أحب الجو الديني الذي يشيع من روما. وعلينا أن نذكر هنا أن جوجل كان مؤمنا منذ صباه، بل حتى كان صوفيا في إيمانه، وربما ذلك ما يفسر غياب المرأة من حياته كما يذكر كتاب سيرته. وحتى في نتاجه الأدبي فلن نصادف سوى بعض العجائز، فقد افتقرت أعماله إلى صورة حية لامرأة. عزيزي المستمع، أثمرت جولة جوجل في أوروبا عن أهم رواية كتبها على الإطلاق، وهي النفوس الميتة، أعظم أثر خلفه جوجل. وقال الكاتب عن روايته إن تاريخها هو تاريخ نفسه، وقد أنجز الجزء الأول منها في العام 1842. وبطل الرواية تشيتشيكوف هو محتال يجول في أنحاء روسيا بحثا عن النفوس الميتة، أي العبيد الذين ماتوا بعد آخر تعداد سكاني، والذين ما زال أصحابهم من الإقطاعيين يدفعون ضريبة عنهم للحكومة الروسية. والإقطاعيون يفرحون بأن يتنازلوا للمحتال عن سنوات امتلاكهم لأولئك العبيد الذين ماتوا، وذلك مقابل ثمن بخس. والمحتال يستفيد من هذه السنوات بعد ذلك باقتراض مبالغ من المال من المصارف على أساس رهن هذه السنوات. ذلك هو محتوى التجارة الغريبة والطريفة لهذا المحتال الماكر. وخلال تجوال تشيتشيكوف بطل رواية النفوس الميتة لنيكولاي جوجل، فإننا نصادف نماذج متباينة وصورا مفجعة من الواقع الروسي. ومن الشخصيات التي لا تنسى في الرواية شخصية الجنتلمان الكسول العاطفي المسترخي استرقاء عذبا، ثم شخصية الجار القاسي الخشن الذي يدافع عن مصالحه بعنف وحدة، ثم المرأة العجوز الغبية المكارة، ثم شخصية المتلاف الغشاش والبخيل الخسيس. والمحتال تشيتشيكوف يعامل كلا من هؤلاء الناس على حسب طبعه، وتختلف طرقه من مداورتهم باختلاف كل منهم، وينجح مع الجميع، فلا أحد من هذه النماذج يستطيع بوثبة من الشرف أن يرفض العرض المربح المشبوه الذي يتقدم به هذا المحتال. وسرعان ما يكتشف القارئ أن جميع هؤلاء الناس غارقون في حماءة المصالح المادية، أو أن جميع هؤلاء الأحياء نفوس ميتة. وذلك هو الرمز الكبير في رواية النفوس الميتة، فهذه النفوس الميتة ليست هي العبيد الذين ماتوا، بل الأحياء الذين يتكالبون على المصالح المادية الصغيرة. عزيزي المستمع، كيف نظر النقاد إلى جوجل في روايته الجديدة
النفوس الميتة بعد صدور الجزء الأول منها. تباينت آراء النقاد والكتاب حول الرواية ما بين متحمس جدا لها ورافض بالكامل. فقد رحب بها بعض النقاد ورأوا في تشيتشيكوف رمزا للبرجوازية الصاعدة التي شرعت تنمو في رحم مجتمع القنانة وتلجأ لمختلف الطرق الملتوية في سبيل الإثراء، فهو معدوم القيم الأخلاقية والغاية عنده تبرر الوسيلة. في حين استنكر بعض النقاد آراء الكاتب، ومنهم الناقد الشهير بيلنسكي الذي أرسل رسالة إلى جوجل اتهمه فيها بالابتعاد عن الواقع الروسي والانصراف عن مشاكله، وقد أثرت هذه الرسالة في جوجل تأثيرا كبيرا. أما الشاعر والمتمرد الكبير بوشكين فما إن قرأ الفصول الأولى من الرواية حتى كون انطباعا مختلفا كما سنتابع في المسمع التالي. بوشكين، أتشوق كثيرا لسماع رأيك في قصتي. يا إلهي، ما أبأس بلادنا وما أبأس هذه الروسيا. أتعني أن القصة سببت لك الألم والحزن؟ جدا جدا يا جوجول، إنها صورة مؤلمة جدا للواقع الروسي، رغم أنك قدمتها في قالب مرح وفكاهي. صدقني يا بوشكين، لم أكن أتنبأ بالنتيجة التي وصلت إليها. كنت أريد تصوير مواقف هزلية حول الرق، ولكنني وجدت نفسي أقدم هذا النقد القاسي كله. ربما كان ذلك أحد أسباب النزاع الداخلي في الرواية، حيث فاجأت القارئ بتلك الدفقات العاطفية المفاجئة التي تغنيت فيها بإيمانك بالشعب الروسي. وبالفعل بالفعل أشعر أنني ممتلئ بذلك الإيمان. أؤمن بمستقبل روسيا وأرى أنها ستجري في طريق التقدم جريا سريعا جبارا أمام أعين أوروبا المجدوها. إذن واصل طريقك ولا تعبأ بأحد، أكمل الجزء الثاني من النفوس الميتة. وهذا ما سأفعله. صدقني يا بوشكين، أنني اخترت المنفى الطوعي فقط كي أزداد إيمانا بروسيا من بعيد، وكي لا يتشوه إيماني هذا بتفاصيل الحياة اليومية المظلمة هنا. وهذا جميل بحد ذاته، حيث يجمع التقدميون والرجعيون من أدباء ومثقفي روسيا على أهمية روايتك. ولكن هناك من لا يقدر ما أفعله. لقد وجهت لي الكثير من الاتهامات بأنني سودت وجه وطني، ولذلك أنوي إجراء تغيير ما في الجزء الثاني من روايتي. وما الذي تنوي فعله بالضبط؟ حسنا، إذا اعتبرنا الجزء الأول يتحدث عن روسيا بوصفها الجحيم عينه، فإن الجزء الثاني يجب أن يكون هو المطهر، وهو الذي سيكشف للعالم عن المواهب الرائعة للروح الروسية. عزيزي المستمع، بدأ جوجل كتابة روايته الشهيرة النفوس الميتة، وعرض على بوشكين وبعض الأدباء الروس الفصول الأولى منها، وصدر الجزء الأول في العام 1842. وبين الأعوام 1843 و1845 كتب الجزء الثاني من روايته ثم مزقه
ثم عاد يكتبه مجددا، ولكن الجزء الثاني لم يكن بسوية الجزء الأول أبدا من الناحية الفنية والفكرية. ونتيجة رسالة الناقد بيلينسكي القاسية، عاد جوجل إلى روسيا عام 1845 لغرض مراقبة الحياة الروسية عن كثب. وعانى من أزمة نفسية وروحية عميقة، فشعر بالحاجة إلى أن يعترف على رؤوس الأشهاد. وفي العام 1846 ظهر كتابه الجديد مختارات من رسائلي إلى أصدقائي. وكان لهذا الكتاب ضجة كبيرة، فقد كشف فيه جوجل عن حقيقة عقائده، فظهر أنه رجل محافظ وشبه متصوف. وتحدث في كتابه بلهجة دينية، داعيا روسيا إلى تجديد حياتها وإيمانها، وإلى أن تساعده على أن يجدد هو نفسه حياته وإيمانه. عزيزي المستمع، كان جوجل ثاقب النظر حينما تنبأ بمستقبل روسيا الروائي، ورأى أنها ستتخطى كل ما حققته الرواية العالمية. وذلك ما حدث بالفعل مع مجيء الجيل التالي لجيل جوجل، وهو الجيل الذي تمثل بإنجازات دوستويفسكي وتولستوي وتورغنييف وتشيخوف وغيرهم من المبدعين العظام الذين أسسوا مجد روسيا الأدبي في القرن التاسع عشر. وخلال حديث وجهه جوجل إلى النقاد حول الرواية قال: أترون هذه الأكداس المتدافعة من القصص والروايات التي لا تزال شاحبة وغير محددة المعالم، ولكنها تقدح أحيانا بشرارات من الضوء تبشر بولادة شيء فريد من نوعه تقريبا، سيكون ضخما وجديدا تماما، فهو تيار لم تسمع به أوروبا، ويبشر بمستقبل روسيا الشرعي في عالم الأدب. وهذا ما سيتحقق حتما، لأن المحيط الذي يتناوله واسع جدا، وإطار لوحاته ضخم للغاية. لقد صدقت نبوءة جوجل المبكرة، وحققت روسيا مكانة رفيعة في كتاب الأدب العالمي الخالد، وكان لجوجل مكانة الرائد في ذلك. إذ يجمع النقاد على أنه خلق مدرسة أدبية كاملة عرفت بالمدرسة الطبيعية، وكان لها أثرها في نخبة من الكتاب الروس المعاصرين له واللاحقين. نجح جوجل بسرعة في تطوير الاتجاه النقدي الهجائي في الأدب الروسي، وكان ذلك نتيجة فهمه الواعي العميق للواقع الروسي العبودي
ومقدرة الكاتب الفنية المذهلة على الجمع بين روح الفكاهة والظرافة والمزاوجة بين المضحك والمبكي في الواقع. فالسخرية من مجتمع النبلاء والملاكين والموظفين، والضحك من تفاهتهم وفراغهم الروحي، يمتزج بجو شجي كئيب يعيشه الشعب الروسي في ظل حاكميه. كذلك تميز جوجل وغيره من أدباء المدرسة الطبيعية بانعطافهم نحو تصوير الناس العاديين من فلاحين وجنود وموظفين صغار وتجار، وكذلك معارضتهم لنظام العبودية القائم في روسيا ودعوتهم لتغيير العلاقة القائمة على القنانة بين الملاكين والفلاحين. وساهم جوجل في تطوير لغة النثر الأدبي في قصصه ورواياته، فقد استخدم لغة فئات مختلفة من الناس وجعلها جزءا من اللغة الأدبية. ويكفي للتأكيد على ما ذهبنا إليه الإشارة إلى قصته المعطف التي تركت أثرا هائلا في الأدب الروسي، والتي قال عنها يرميلوف: إضافة إلى الألم، يتخلل الغضب الرواية لأن المعطف، هذا المعطف البسيط بياقة من الفرو الرخيص، يمكن أن يصبح قضية حياة أو موت للإنسان وأن يقرر مصيره. قصة المعطف مفعمة بالألم، لأن الإنسان يمكن أن يمتهن للغاية وينهب ماديا وروحيا ويسحق ويخفض إلى مستوى لا يستطيع معه أن يتفوه بغير كلمة ذلك. عزيزي المستمع، بعد عودة جوجل إلى روسيا وفشله في إنجاز الجزء الثاني من رواية النفوس الميتة، أصيب بأزمة نفسية لم يعرف كيف يخرج منها، وسافر إلى الأرض المقدسة أملا في أن تجد روحه الهدوء هناك، ولكن الرحلة زادت من إحساسه بجفاف قلبه كما كتب هو نفسه، فقرر العودة إلى روسيا. عزيزي المستمع، عاد جوجل إلى روسيا كي يراها رؤية أعمق ويصورها تصويرا أصدق، ولكن اتصال أحد الرهبان المتزمتين به في موسكو زاد من قلقلته واضطرابه، إذ راح الراهب يقنعه بأن طموحاته الأدبية هي أمر باطل لا قيمة له، وأخذ الفنان والزاهد يتصارعان في قلب جوجل، حتى إذا أتى يوم 12 من شباط من عام 1852 أحرق فيه جوجل أوراقه وقرر السير في الطريق الذي رسمه له الراهب، ولكن التقشف والصيام الطويل أرهقا جسد جوجل فمات بعد ذلك بعدة أيام. Thank you.
عزيزي المستمع، على ذلك النحو انتهت حياة هذا الكاتب العظيم الذي أسس لمدرسة أدبية جديدة في روسيا هي المدرسة الطبيعية، وكان من الذين ساهموا في إرساء عظمة الأدب الروسي وهيبته الكبيرة في القرن التاسع عشر، ولا زالت أعماله تطبع وتقرأ حتى يومنا هذا بعد قرن ونصف تقريبا على وفاته. عزيزي المستمع، كنا في هذه الحلقة مع الروائي الروسي نيكولاي غوغول. إلى اللقاء مع حلقة جديدة. رحلة قلم. المخرج المنفذ عدنان الدياب. مع تحيات وفيق يوسف ومظهر الحكيم.